خرجت سوريا الرسمية اليوم عن صمتها بمؤتمر صحفي لوزير خارجيتها وليد المعلم بعد أسبوع على تطبيق قانون قيصر وموجة غلاء ضربت البلاد وانخفاض لقيمة الليرة السورية. خرج المعلم اليوم ليهاجم الولايات المتحدة وقوانينها التي فرضت على سوريا، مطالبا بتحويل هذه القوانين إلى فرصة للاعتماد على الذات وتقوية البلاد داخليا وتعميق العلاقات مع الحلفاء. أن ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتابع شيخ الدبلوماسية السورية كاشفا عن دعوة أمريكية على حد قوله للقاء وزير الخارجية مايك بومبيو بالأسد، لكن الأخير رفض مطالبا بالانسحاب الأمريكي قبل أي حوار، وأن الولايات المتحدة تريد أن تتخلى سوريا عن تحالفاتها الإقليمية والسير في الركب الإسرائيلي وصفقة القرن. المطلوب من قبل الولايات المتحدة وراء هذا القانون وقبله عدة قوانين هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع إسرائيل. واعتبر المعلم أن كل ما يشاع حول علاقة سوريا بحلفائها غير صحيح، وعلاقة دمشق بموسكو وطهران وبكين جيدة، والتي توجت بزيارة وفد إيراني لدمشق وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي من شأنها دعم الاقتصاد السوري، فيما لا يزال المواطن السوري يئن ألما من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة الشرائية لليرة السورية، حيث ثبت ما يزيد عن 80% من السوريين تحت خط الفقر.